اذكر احد شو بدي اكبس لسه بتقول اذكر احد هذا مساعد مساعد رايح للجمهور رمضان تكثر العروض تكثر الافلام تكثر المسلسلات تكثر المتابعه بشكل عام واستي سي تي في هو حاليا يملك افضل عرض وراح اكون مدمن لهذا التطبيق ليش اول شيء يقولوا لك برمضان اشتراكك علينا التطبيق فيه افلام منوعه ومسلسلات عربيه اجنبيه كل شيء ينعرض على تطبيق ستارز بلاي موجود بس تي سي تي في ولكل محبين البوكسات والرياضات القتالية والملاكمة في بث مباشر داخل تطبيق ستي سي تي في لنزالات يو اف سي حتى كرة السلة في الدوري الأوروبي لكرة السلة داخل التطبيق ولمحبين الكريكت أيضا موجود فيه وتقدر تتابع كل الأشياء اللي قلت لك إياها تلفون تابلت تلفزيون يعني مالك عذر والمميز بتطبيق اس تي سي تي في انه بعد السينما على طول الافلام تنزل عندهم على طول على طول فاتتك سينما كنت مسافر ادخل تطبيق اس تي سي تي في بعد ما يخلص العرض من السينما تشوفه بالتطبيق من اهم القنوات اللي عندهم ام بي سي روتانا ديسكفري او اس ان وحق كل عملاء التميز في اس تي سي عندك اشتراك مدى الحياة مجاناً في اس تي سي تي في ليش؟ هم يقولونكم لأنكم مميزين فاحنا نعطيكم مدى الحياة ونعاملكم في تميز رابط التطبيق عذبي وين يلقون الرابط؟ التطبيق لا بالدسكريبشن يعني في الوصف شكراً حياكم الله مشاهدينا الأعزاء في كل مكان وحلقة لمعرفة من هو بطل الأردن وممثل الأردن في برنامج تحدي 30 من المتأهلين إلى النهائي نبدأ بليبي كالعادة حمزة عندك كاميرتك حاب تصرح وقول وأتمنى يكون تصريح خطير لا يهمني صراحة كنت بتمنى يكون بالدور الأول وسروال تروح على الفاينل بس وصلت للفاينل لا يهمني يعني حمزة وجهك انت شبه واثق انه راح تكون بطل الاردن تفضل هذا احتفال كريستيانو شوف انت في عندك شغلتين الشغله الاولى انه انا كنت قبل يومين بعالج في عيني على اساس اروح الاحمرار بس قلت خليها عشان اوري حمزه العين الحمراء هاي اولا ثانيا انا كنت المفروض البس ريال مدريد بس سامر اخذ السياره وراح تيشيرت فاللي اجاك الالعن طلع هذا اللي مش بفوز بالحظ بفوز مع الجن فيعني انت جي جي ار تي جي معلم يلا اوكي نبدأ الحين حلقة نهائي لمعرفة من هو بطل الأردن بين حمزة سمارة وعلي موسى نعم نسلم على الكاس وندخل بفقرة ماذا؟ تعرف السؤال الأول نور أديداس يا علي حبيبي نورك معلم أديداس أفخم شركة وحفوز بسببها وبسبب زيدان أيوه بالضبط السؤال الأول فقرة ماذا تعرف؟ اذكر مدافعين فقط سبق ان تدربوا تحت قيادة المدرب بيب غوارديولا عبر التاريخ تفضل بيكي 10 لا لا اوكي طلع المزاج اختصر ابيدان بويول داني الفيش ستونز يا سيدي دانيال كانسيلو بويول قلنا مين باس باس دياز باس حكم انت اوريدي قلت باس خليتها حسل اوكي على نفس السؤال اوكي ايم سوري اوكي ايش مالك هدي واحد سترايك 1 هوملز مع بايرن ميونخ اوكي بوتينج وولكر اكي ثلاثة اثنين اوتمندي واحد ماسكيرانو ادريانو صحيح مال برشلونة سيرجيو روبرتو سيرجيو روبرتو ما لحق على ديولا سترايك 1 يا حمزة فيليب لام ثلاثة رودريجو مين رودريجو؟ بيلعبوا شو لعبوا مدافع مع اسبانيا صح؟ سترايك 2 حمزه؟ والله كومباني هوودز مين؟ هوودز هذا تبع المانيا بس ما يلعب في بايرن ميونخ سترايك 3 وياخذ ما ظلت مدافعين يا اخوان ما ظل مين ظل مدافعين؟ يا زلمه السؤال مستفز الصراحه تعال خط الوسط ما هو بدل 3000 واحد 100 واحد اما المدافعين ظل يعني ملزق السؤال الثاني اذكر التشكيله الاساسيه فقط بين كرواتيا والارجنتين في دور الاربعه في كاس العالم الاخير في قطر أول لاعب مارتينيز سوباسيتش
حارس سابازيتش قصدي حارس اي حارس كرواتيا ما اسموش سابازيتش شنو اسمه سوبسيتش ما اسمه غلط سترايك سترايك 1 حمزه 18 كال انا بديش احكيه بس اوكي اوتمندي مودريتش مودريتش روميرو 22 ولا 2018 2022 2022 روميرو اه كرواتيا ارجنتين مارتينيز الحارس بس ذكر لا لا انت قلت انت مارتينيز الحارس والله ما حدد اي انت قلت لو تارو مارتينيز لا ما قلت لو تارو قال مارتينيز الحارس مارتينيز الحارس اه يا زلمه للاسف سترايك 2 يا حمزه تفضل مولينا انزو فرنانديز تلافيكو تلافيكو موجود وتمندي تمندي انذكر لا يا اخوان سترايك 3 وكيف شخصيه الجن تلعب لعب تلعب لعب شخصية الجن حمزة يقول لا يا أخوان إذا ما طلعت محمد نبيل صفر أطلعه صفر السؤال الثالث حمزة اذكر أكثر 26 لاعب ظهورا في دوري أبطال أوروبا يعني مشاركة في دوري أبطال أوروبا كاسياس ميسي رونالدو راموس تشافي راؤول نيستا نيستا كل جواب صح لحد الآن رايموفيتش بنزيما ثلاثة اثنين سيدورف موجود دي ماريا مش موجود هذا في شك الصراحة أيام كان ببنفيكا سترايك 1 حمزة لعب مع 100 نادي في أبطال أوروبا جيجز روني سترايك 2 حمزة مخك قاعد تخاطر باص ثلاثة اثنين واحد سترايك 1 بوسكيتس صح برافو عليك يا حمزة برافو عليك شد الحيل شد الحيل بوفون مودريتش هنري ليفاندوفسكي مو موجود سترايك 3 عندك داني ألفيش عندك جون تيري عندك كل اللعيبه تعرف شو اسمه اذكر لاعبين سجلوا ما لا يقل عن 100 هدف في تاريخ الدوري الانجليزي هم 33 لاعب ما شاء الله تفضل سواريز سجل اكثر من 100 بالدوري الانجليزي يا رجل بالدوري الانجليزي فقط خلص سترايك 1 اطلب انا بمزح لا 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 ما فيها فار شو اسمه هاري كين دروغبا روني روني اكيد هدف الدوري الانجليزي عام 1996 طول 100 وسط ثلاثة اثنين استنى واحد شو اسمه هذا سترايك اغويرو سيرجيو اغويرو طبيعي لامبرت جيرارد باس 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 ده رهيب والله احترام المحترفين صاروا اصبر اصبر اعطيني مجال اثنين واحد اوباميانغ طبعا غلط سترايك 3 والنقطة الأولى خلاص ريح مالك خذ النقطة حمزة تحت كريستيانو رونالدو صح؟ طبيعي أكيد محمد صلاح ما حد قاله جي محمد صلاح أنا مستناهم خليهم ماني السؤال الأخير لوفرين لوفرين أليسون على ذكرياتي أليسون السؤال الأخير في فقرة ماذا تعرف اذكر أي لاعب انتقل من الدوري الإنجليزي إلى الأسباني أو من الأسباني إلى الإنجليزي من سنة 2008 حتى الآن تفضل فابريغاس بما انك في تشيلسي خلينا نقول اوباميرنيانغ جواو فيليكس كريستنسن اوكي الونسو برشلونه باس 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 رونالدو ثلاثة اثنين واحد سترايك 1 حمزه تريبير ثلاثة اثنين ما فيش شيء واحد سترايك 2 توماس بارتي ثلاثة اثنين واحد سترايك 3 لحمزة خلينا نجاوب وتنتهي الفقرة بتقدم أبو سروال علي موسى بنتيجة 4-1 لحمزة يعني أحبص. يعني هو متصدر البريمير ليج ووصيف البريمير ليج حاليا تنافس هون بنعرف مين حيفوز بالحلقة هون بنعرف مين راح يقلب الطاولة على الثاني أوه اللي بالطاولة قلبتها نص ساعة ما انت نص ساعة قلبتها كم مقاس التيشيرت هذا المفروض ميديوم شنو هذا؟ اوه اكس لارج تقدر هلن. تلبس الحين فوق فرنسا لا بخاف اخسر فوق فرنسا ولدك تخنقني؟ شوف اوه الجن مع الحظ يا سلام يا سلام مو شايفين كان صحتكم طاولة جوارديو ولا معي خلاص خلينا اشوف التيشيرت للكاميرا واو فوقها كمان تلبسها؟ خذ هاي كمان عشان تصدر وتكون وصيف مع بعض إيه إكسلاس تلبسها على الراحة هذا الشخص اللي فاز على أشكناني أوكي خذ التيشيرت عبد الرحمن يعطيكم العافية يا باموس للتذكير الحين ادخل على حساب باموس راح يطلع لكم في الانستغرام آخر بوست مجرد ما أنك تعلق على البوست أنت كذي مبروك دخلت السحب وإن شاء الله أنك تفوز بتيشيرتات مجانا مقدمة من باموس والحين نقدر نقول ندخل فقرة المزاج كم اسم لاعب سجل في دور الثمانية من كأس العالم 2022
تقدر تذكر في 30 ثانية. ويت، للعلم هما 9 لاعبين، إذا قلت 9 تقفل المزاد. 8 اللي هو ربع النهائي. نعم. أوكي. 5. 5. 6. هما 8؟ هما 9. 6. بعطيك. 7. 7، أوكي. روح. 7 يروح علي. 3 2 1 جو. ميسي، بابي، هاري كين، ساكا، هيدرسون. بابي غلط. بعد. بابي غلط. جيرو. عندك يوسف نصيري، عندك بيرزيتش، مش موجود بيرزيتش. ألفارو، ألفاريز، إنزو فات. إنزو. الفريز لا انزو انزو وانتهى الوقت والنقطة تروح لحمزة. انت كذي بترمي اسامي بس بيطلع معك. كم لاعب يرتدي القميص رقم 10 حاليا ويلعب في الدوريات الخمس الكبرى؟ تقدر تذكر في 30 ثانية. 6. 7. تفضل زيد. 7. 8. 8. 9. روح. اوف، 9 لاعبين حاليا يرتدون رقم 10 في الدوريات الخمس الكبرى، كثير. معلش. 3 2 1 جو. انسو فاتي، مودريتش، نيمار، بوغبا، ديبالا. عندك، لا ديبالا مش موجود. سيتي، جريليش. جريليش. مارسيليا، ديمتري بايت. ارسنال، روي. كم واحد ضايل؟ 7 قلت انت. 7. ساني. لا كيف 7؟ انت قلت 7. طب هو كم احنا؟ ساني. اي ساني 10. تاكد في بعد الفار. ثاني. ثاني 10. طيب راشفورد. راشفورد. ايوه برافو عليك، برافو عليك. ثاني 10 متاكد؟ برافو عليك. لانه لعبوا امبارح، كنت بحضر مارسيليا وباريس سان جيرمان. عشان تصير دور دخل بيت. كم اسم لاعب سبق وان لعب بجانب اللاعب ابراهيموفيتش تقدر تذكر في 30 ثانيه؟ في لاتارو وابراهيم. والله يا اخوي، ما هو انت فاهم اللاق اللي بصير، يعني مش منطق. طبعا هسه بكون صار عاد 50-1 والله. بس هو الغبي اقعد هان، تعال شوف شو بدك تسوي. اه والله. السؤال، كم اسم لاعب سبق وان لعب بجانب ابراهيموفيتش زلاتان ابراهيموفيتش تقدر تذكر في 30 ثانيه، معتزل او حالي عاد؟ اوكي. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 15. روح. 15 لحمزة يروح. ميسي. لا ويت ويت ويت. 3 2 كهبط. 1 جو. ميسي، إيتو، بيول، بيكي، ألفيش، هرنانديز، تشالهانوغلو، دوناروما، جيرو. جيرو رونالديني. بعرفش اللعب ولا لا. رونالديني. والله ما أدري لعب. كم مين لعيبة ميلان معلم؟ مالديني، بيرلو. بيرلو. باك. كم مالك؟ بيرلو. كم واحد ضايل؟ 3. بيرلو. لا يا اخي حمزة والله كنت قريب. مانشستر يونايتد فيه 500 لاعب. سيدي ما مش بذكر غير ميلان برشلونة. وتشكيلة ميلان الحالية مش حافظهم. ما هسه صعب، اللي قبل بكون حافظهم. حمزة، كم اسم مدرب سبق وان درب في الدوري الانجليزي عبر التاريخ تقدر تذكر في 30 ثانية؟ 7. اوه طلع علي بالعالي. طلع علي بالسبعة عشان أنا أقول له 8 وما أعرفش أجاوب. عبر التاريخ يا رجل. عبر التاريخ. طيب 8. 9. ميلوا على المدربين شكله. يمون عليهم. لا أنا شفته في الحلقة اللي قبلها يلعب المدربين. أسرع. هنقول. أسرع. 10. 10. 11. 11 يروح. 3 2 1 جو. ساري، رانيري، رود خوليت، انطوني كونتي، ماتيو دي ليخت، اخذ الابطال مع تشيلسي. ماتيو. بوتشيتينو، مورينيو، غوارديولا، كلوب، توخيل. باقي واحد. كلوب، توخيل، ساري، رانييري حكينا، البوسكي هذا سولاري شو اسمه تبع اسبانيا اللي دربوا كاس العالم. لويس انريكي دربهم كاس. بينيتيز. خلاص صافي بينيتيز. ايوه برافو برافو. انت قصدك سكولاري. درب تشيلسي. السؤال يقول، باستثناء اللاعبين الاسبانيين كم اسم لاعب سبق وان حقق بطوله الدوري الاسباني تقدر تذكر في 30 ثانيه؟ باستثناء الاسبانيين. 5. 6. 7. 8.
9 10 11 12. حققوا الدوري الإسباني. نعم. ومش إسبانيين. ومش إسبانيين. أسرع راح أعطيه 12. روح 12 يروح. حمزة 3 2 1 جو. كاسيميرو مودريتش كروس ميسي ألفيش ميسي ألفيش سيميدو ميسي ألفيش سيميدو إبراهيموفيتش إيتو رونالدو بنزيما فاران أمتيتي لونجلي. بس 15 انت كم قلت؟ مندي. بس خلاص برافو برافو برافو. 12 انت ربطيت. ما خفت ولا الحين؟ لا ما خفتش. اخاف ليش؟ اخذت 4 يا رجل. 4 طيب 6 4 ليش اخاف؟ 2 بده عشان يتجاوزني مرحلتين. اوكي السؤال اللي بعده نبدا عندك علي. كم اسم لاعب سبق وان لعب في نادي باريس سان جيرمان تقدر تذكر ب 30 ثانية؟ عبر التاريخ؟ لعب و لعب 10 كيفك؟ 15 عطى 20 عشان يتعادل وياك لازم. 16 17 18 19 تكفى بس مع 20 تكفى تكفى يا ربي. قول 20 يا أخي جرب حطه. قول 20 20 باخذ نقطتين صح؟ ايه 20 21 21 لحمزة 3 2 1 جو. ميسي مبابي دي ماريا إبراهيموفيتش ديفيد بيكام دوناروما نافاس سولير بيريديس بريديس سانشيز دانييلو بيريرا سولير حكيته عندك راموس عندك أدريس غانغايي عندك فيراتي عندك فيراتي عندك لافيتزي عندك ماكسويل عندك فيراتي ماكسويل فيراتي ماكسويل يا والله جايبهم كلهم بلش يوم من تحت. والله كان ودي والله 16 لو اجت لي 21 جاوبت. كم اسم مدرب سبق وان درب منتخب وطني تقدر تذكر في 30 ثانيه؟ اي منتخب وطني؟ كيفك بس عربي؟ لا الا العرب. اوكي عشان لا يزعلون الشباب. اوكي اوكي 7 روح 7 ما زايد عليه. 3 2 1 جو. سكالوني حلو كيكي سيسي تيتي سيسي تبع السنغال جون ابراهام نيجلسمان ضايل اثنين باقي اثنين طيب تبع فرنسا ديشامب باقي واحد باقي واحد لويس انريكي. صح برافو هو على الفصل على اخر جزء من الثانيه. اوكي باستثناء لاعبين ريال مدريد وبرشلونه كم اسم لاعب سبق وان لعب في نهائي دوري ابطال اوروبا تقدر تذكر في 30 ثانيه عبر التاريخ؟ عيد السؤال. باستثناء معليش طويل هو بس يعني انت فاهم. طيب فاهم. باستثناء لاعبين ريال مدريد وبرشلونه الحاليين ولا اللي لعبوا سابقا عبر التاريخ كان ريال لا برج... اوكي زي ما باستثناء لاعبين مدريد وبرشلونه مش موجودين عب في العالم. والله صعب. كم اسم لاعب سبق وان لعب في نهائي دوري ابطال اوروبا تقدر تذكر في 30 ثانيه؟ ميلان مثلا 5 ليفربول 6 7 8 9 10 11 11 لعلي روح 3 2 1 جو. هاليسون فان دايك فابينيو نونيز اكلوا كنادر من ريال مدريد محمد صلاح ساديو ماني لعب برضو كمل العب نونيز ساديو ماني توماس مولر ساني جنابري نيمار لعب في شو اسمه مبابي وجون مينديز ودون روما والشباب الطيبة كلهم يعني تحيات لك. اوكي صح 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 جابته صح. نونيس كان غلط بس هو عوضها وقال له لاعبين وايد غيره. ونختم فقرة المزاد بفارق 5 نقاط يا حمزة. ان شاء الله نعوضها بالجرس. 5 نقاط يلا ندخل فقرة الجرس. سعد ملك هذا كله. صرت مليونير. مشروع؟ لا. مطعم؟ داش بورصة؟ لا. يا كويل؟
رايقهم؟ اعوذ بالله. فتحت حساب الجوهره مال الوطني وصرت مليونير. حساب الجوهره مال الوطني صار اكبر حساب يقدم جوائز المليونيريه اصلا، صار وايد مع حساب الجوهره مع الوطني. اكبر جائزه اسبوعيه بحساب الجوهره بقيمه 20,000، واكبر جائزه شهريه بحساب الجوهره بقيمه 125,000، والجائزه السنويه 1,000,000 دينار، لكن 3 مرات، يعني 3 ملايين. المجموع 4,925,000 جوائز الجوهرة الأكبر في الكويت. المليونيرية اللي مثلي يعني والأشياء هذه اللي وراي اللي عندنا صار وايد. ليش؟ مع الجوهرة. لا تنسى عندك بار خمسة وعندك بار علي طول الفقرة. حتى الآن في هذا الموسم قصة مو سؤال حملني كثير أوفر معدنا. أوكي، حتى الآن في هذا الموسم الدوري الإيطالي نابولي يملك أقوى خط هجوم، من النادي الذي يملك أقوى خط دفاع؟ أقوى خط دفاع في الدوري الإيطالي ولا في الدوري الإيطالي حاليا؟ أقوى نادي بسرعة. 5 4 نابولي. صح، برافو عليك، نجحت يعني، نجحت بهذا التاريخ. لا وأنا أصلا طالع ستوري وقايل أنه مساعد حيجيب سؤال عن نابولي لأنه عارف هذا ترك نابولي. يا سلام، ما تمشي يا معد على ما تمشي على يعني هو لما حلنا تفهم. من هو اللاعب الذي يرتدي حاليا القميص رقم 9 في نادي برشلونة؟ يحب قرط الجرس يحبه. 5 اللي اليوم انصاب. 3 ليفاندوفسكي. ليفاندوفسكي ليفاندوفسكي حط له نقطه قبل لا حتى يقولها. السؤال يقول ما هو النادي الحالي الذي يلعب له اللاعب ديباي؟ بار. شوف هم الثلاثة راح يجاوبون صح، متأكد أنا. فنرجع للبار. أقسم بالله ما أنا عارف. علي علي علي. أصلا مش عارف. علي أول. ما بتعرف؟ لا لا بس عارف طلع. ديباي. إيه. راح على جنبهم يعني. 5. أتلتيكو مدريد. أتلتيكو مدريد المهم. عدلي اسمع خوفني. راحت النقطة لعلي عطتها. صعب الرجعة صعب. معنا لمس في وقت بس ركز. ايه في عام 2010، شوف يحب القصص المعد. في عام 2010 ميسي حقق افضل لاعب في العالم، اذكر احد. شو بدك اكبس لسه بتقول اذكر احد المرشحين، احد الموظفين اللي كانوا بحفل البالون دور اللي سلموه. ما بتعرف مين احد؟ انت قلت احد اللاعبين اللي كانوا مرشحين مع شنايدر. خطا صح السؤال لكن خطا الجواب. كاشلي. مين كانوا اول ثلاثة؟ ميسي ومن؟ اذكر واحد. 2010؟ ايه كريستيانو رونالدو معه كان. خطأ. تعال عادي اجاوب؟ لا خلاص. انيستا وتشافي. ايوه. يلا دقتي بس قلت مش 2010. شنايدر 2011 ولا غبي؟ والله تشافي، احكي تشافي ما احكي تشافي. تشافي وانيستا طلعوا على المنصة. كانوا معه في النفس بس ما وسرقت من انيستا ويحمدون هلكنا. توقعت 2000؟ هلك صحتنا. ما انا ببالي انها 2011. الاساسي طبعا نصف. ما طق ما طق ما طق ما طق. اسمعني لازم يجاوب، لازم يجاوب والله. لو طق لا يجاوب والله. لو طق اوكي، لو طق اوكي، بس والله سبحان الله حظ هيك. اسمع اجين، اذكر اسم الحارس الحالي الاساسي الذي يلعب في نادي في نادي يوفنتوس. نادي يوفنتوس تشيزني. صحيح. ايوه باستثناء سداسية غوارديولا وفليك. حلو، فليك ميونخ، غوارديولا مع برشلونة. اذكر مدرب حقق 5 بطولات في موسم واحد. علي. اسرع. وبس حقق 5. اسرع. زيدان. زيدان. ايوه. زيدان. زيدان. صحيح، زيدان وانريكي ايضا مع برشلونة حققوا 5 بطولات. من هو المدرب الذي شفيك؟ جاوب جاوب احكي. من هو المدرب الذي حقق اخر لقب كاس عالم للمنتخب البرازيلي؟ سكولاري. سكولاري صحيح. انك هيك تستهزئ فيه. حلو. السؤال يقول باستثناء الانديه التي يبدا اسمها بريال، اذكر نادي حالي من الدوري الاسباني بحرف الراء. ريال مايوركا. غلط. ريال ما يصير. تفضل. حرف الراء اي بس من غير ريال. رايو فايكانو. ايوه رايو فايكانو صحيح. ما كان يحتاج هذا. وانا قصدي على رايو فايكانو على فكره. لا تقدر تقدر. والله لا انا قصدي على شو اسمه. واحد. تيست. اسم نادي انجليزي يبدا اسمه بحرف ال ايدك تحت. باء. محمد. حمزه. صبحي. خديجه. باء. بورنموث. صحيح. برافو بورنموث.
وبكذي صار حمزه رسميا على قيد الحياه في فقره التعويض. هاي اللي جاي صعبه. انت بحاجه انك تجاوب الخمس اسئله كامله. تعويض صعبه التعويض. ولا حتى تفوت سؤال عشان تتعادل ونروح له. صعبه التعويض صعبه. وطالب بالفار. فهل يا ترى ما في تبي فار؟ في فار. في فار موجود. اه. ارجع الفار ارجع الفار. يا اخي ما بتعرف ممكن مساعد عينه شمال ما تسمعش. خلينا نشوف. محمد مين؟ حمزة قبل وفرق كبير كبير. اوكي خلصت فقرة الجرس ارتاح مين؟ ارتاح ارتاح. ندخل في الفقرة الأخيرة فقرة التعويض. الحين لما تشوفون الطماط شنو يجي ببالكم؟ كاتشب، تقييم أفلام، فواكه، عمل فاشل، دقوس؟ لا أنا يجيب بالي VIP بلوت. رمضان هو أكثر وقت نلعب فيه بلوت. طماطم يقول لكم أنا سهل لكم الموضوع تلعبون بالتطبيق مالهم. الحلو في الموضوع شنو صار بطماطم من حين شيء جديد بالVIP بلوت؟ صار تقدر تسوي دوري خاص فيك أنت وتسمي الدوري بالاسم اللي أنت تبيه وتحدد جوائز اللي أنت تبيها. يعني بطولة ديوانيتك تقدر تسويها بخمس دقائق مع طماطم. وإذا تبي تصير VIP هذا كود خصم بيطلع لكم تقدر تصير VIP اي بي بسهوله. تقدر تحمل التطبيق تحت بالدسكربشن. البلوت مع طماطم غير. تذكير حمزه بحاجه انه يجاوبهم خمستهم كلهم عشان يتعادل عشان يتعادل ونروح للفصل. اللاعب الاول هو لاعب حالي بدا مسيرته في بنفيكا البرتغالي، فالنسيا، انتر ميلان، يوفي، مانشستر سيتي، بايرن ميونخ. بنفيكا بلش كانسلو. كانسلو ماي فريندو. ابو سروال هو بطل الاردن. لا لا كمل كمل بنكمل وممثلها في تحدي الثلاثين. بشكل سريع لاعب معتزل هو بدا مسيرته في اندرلخت البلجيكي، هامبورغ الالماني، مانشستر سيتي، اندرلخت ثم اعتزل. مانشستر كومباني. صحيح ايوه نقطه لحمزه. نروح حق السؤال اللي بعده. اسمه مانشستر كومباني هو؟ لا لا هو قال مانشستر. اه اوكي اوكي. الاخير في هذه الحلقه وهو مدرب حالي بدا مسيرته في بورتو البرتغالي. مورينيو. ايوه صح. والله احنا لعيبه احنا لعيبه مورينيو. وهكذا الحين نحتفل في ابو سروال. سمعونا يا جماعه. ايوه بشار سمعتني. ابو ايوه. اوكي ابو سروال الف الف هتونش كناني. مبروك ابو سروال. مبروك انت امام مسؤول. اوعى توطي راسنا بالله عليك تفضحناك. الاردن في برنامج تحدي 30 نبي نسمع منك كلمه بفوزك مناسبه فوزك في هذه البطوله وتمثلهم في نهائيات تحدي 30. والله يعني شعور لا يوصف صراحه. انا مجربه قبل هيك يعني بس هالمره كان الاجواء تنافسيه والاجواء حماسيه. وبحب أشكر مساعد، بحب أشكر حمزة سمارة ما شاء الله عليه، وطيح الله حظك محمد نبيل. ما دخلتني الأجواء، لازم دخلتني الأجواء يعني. سمارة دخل الأجواء من أبو الروف بعدين دخل علي. وبحب أشكر مدير أعمالي على الأداء الخرافي. وبدك ألقي كمان وشكرا لكم ونراكم إن شاء الله لما نشق أشكناني هو عادل سعد وهو طول باك طول باك طول باك. بكذي عرفنا من هو بطل الأردن ونشوفكم في البطولة القادمة وهي بطولة باسم العراق. نشوفكم في حلقات قادمة. يا أمان الله. يعطيكم العافية. دامر مدير أعمالي شايفني كيف عامل بحمزة سمارة؟ قل لي مردونة من بعيد قل لي.